ألو، سيد مروان؟ مرحبا، أنا نيرمين. شكرا لك، أنا منيحة، وأنت كيفك؟ سيد مروان، ليك أنت من فترة كنت عرضت علي عرض مشان شركة الأكل تبعي، مزبوط؟ إيه، الحق معك، وقتها قلت لحضرتك إنه ما بدي، بس بتعرف هلأ الظروف تغيرت، كمان بسبب بعض الظروف العائلية أنا غيرت قراري بهالموضوع. لهيك إذا بدك تاخد الشركة، طيب بتحب تجي بكرة؟ إيه بكرة منحكي بالشروط. إيه إن شاء الله، الله معك. شوفي خلصنا، بس لا تزعلي حياتي، لكن انت عملتي المناسب لإلنا اثنيناتنا. أمي، هذا أنت كرم حبيبي؟ والله ما انتبهت عليك لما فتت. ماما، أجا السيد مروان وقال في موعد بيناتكم. إيه ماشي، جاي فورا. بتحب تشرب شي سيد مروان؟ لا لا لا، ما في داعي، شكرا كتير لك. شرفت. وهي مدام نيرمين. أهلا وسهلا سيد مروان. أهلا فيكي. أنا استغربت كتير لما اتصلتي فيني وقلتي لي بدك تبيعي الشركة، لأنه من قبل كنتي مصرة أنك ما تبيعيها. ايه معلش، هي قررت تتفرغ لعائلتها ولزوجها اكتر من اي شي تاني. مرتي متمسكة كتير بالعائلة وبالعادات والتقاليد، وبتحب تكون محافظة عليها كتير، مو هيك يا روحي؟ ومشان هيك هي قررت هالشي، ومبسوطة بقرارها كتير، وحتى كمان اذا ضحت بشغلها. طيب ما بدك تعملي كتاب جديد؟ معجبينك عم ينتظروا كتابك التاني بفارغ الصبر، ومرتي اول وحدة فيهم. الله يخليكم، بس بهالفترة ما عندي وقت لحتى أكتب شي صدقني، يعني في عنا شوية مشاكل عائلية. خلص، هي من اليوم ورايح بدها تعمل هي الأكلات لجوزها وبس. بعرف إنك وقت عم تسمع هالحكي بتفكرني أناني شوي، إيه بس أنا مبسوط كثير بهالوضع. إيه نيرمين، تفضلي روحي، هي نحن جهزنا لك العقد، صار فيكي تطلعي عليه، وأنا رح فرجيه المحل السيد مروان. شرف معي. تفضل. تفضل. قلتيلي بدك تخدمي زوجك، ما هيك ماما؟ الله يوفقك، لا تضغط علي، مو متحملة بنوب. ليش عم تسمحي للعم حسان يبيع هاي الشركة؟ ها؟ لك ابني، أنا اللي عم بيع الشركة مو هو، لأنه اللي عم شوفه إنه شغلي هون عم يأثر كتير على زواجي، وأنا ما اهتميت بحسان منيح وأهملته كتير لدرجة إنه صار رجال تعيس. ما دامه رجال تعيس خليه يروح يلاقي شي يبسطه. ماما أنت تعبتي كتير مشان هالشركة، لك أنت بلشتي من الصفر، فكيف بتقبلي يبيعها بهالبساطة؟ ليك كرم، أنت ما بتعرف ليش كتابي كان مباع كتير، مو؟ أنا حكيت بهالكتاب عن المرأة العادية اللي بتخدم زوجها وبيتها منيح، واللي بتكون ست بيت شاطرة، واللي بتترك كل شي كرمال بيتها هاد. يعني أنا عم أنصح غيري بهالقصص، وبنفس الوقت ما عم بعملها، وهيك بكون عم كذب على الكل، وبيكون هاد ظلم كبير مني لحسان، مو ابني؟ تمام، رح تبيعي مشان تثبتي لحالك ولعمه حسان انه انت بتحبيه كتير، ماشي هذا فهمناه، بس اللي ما عم افهمه اذا كان هو بيحبك كمان، قلي لي ليش بده منك تتخلي عن الشيء الوحيد اللي بيسعدك؟ ما عم تلاقي الجواب مو هيك؟ شو نيرمين؟ اطلعتي على العقد وقريتيه؟ مو ناقص شي بنوب، كله مثل ما بدك وزيادة. لحظة، بقيان شي واحد بس، وهو توقيعك. السيد مروان، من بعد إذنك ممكن ابقى أنا وزوجي، لأنه بدي حاكيه بشغلة كتير مهمة. طبعا طبعا، وأنا عم استناكم برا. شكرا لك. شو خير حياتي شبكي؟
في مشكلة بالعقد؟ لا ولا، بس حسيت إنه نحن استعجلنا شوي، يعني قررنا نبيع الشركة بسرعة. بس عمري، هالخطوة وهالسرعة هي قرارك أنت لحالك. مزبوط، بس حاسة إنه أنا استعجلت بهالفكرة، لازم استنى شوي، مو أحسن إلي برأيك؟ وليش لا تستني؟ نيرمين، أنت بتعرفي أنا كيف وضعي نفسي هلأ مو هيك؟ وأنا لحتى صح من مرضي المفروض إنه المحل ينباع بأسرع وقت. إيه طيب، أعطيني مهلة سنة واحدة وبس، نحن نطرنا كتير وقليل مو هيك؟ نيرمين، أنت عطيتيني وعد مو هيك؟ وهلأ عم تتراجعي عن اللي قلتي مزبوط؟ لك لا مو هيك حسان، بس هاي الشركة بنيتها بطلوع الروح، كبرتها، وهذا المحل كان دائما وطول الوقت عم يخليني افتخر بحالي كتير، فكيف انت شلون عم تطلب مني اني بيع بهالبساطة؟ وين المشكلة؟ مروان بيك؟ مروان بيك تفضل. شكرا. وهلأ طيب، صرتوا جاهزين للتوقيع؟ مروان بيك، أنا بطلت عن كل الموضوع. ما فهمت. عفوا ما تواخذني تعبتك بالجاي لهون، بس خلص أنا بطلت بيع من سوء حظي. بس بتقدر تقول لمرتك إنه أول ما أطبع كتاب رح أبعت لها نسخة مع توقيعي فورا. طيب شكرا كتير لك مدام. لو سمحت لا تواخذني. ولا يهمك مدام، بالإذن. لا تأخذنا. ايه وشو مشان نفسيتي أنا؟ شو ممكن يصير بوضعي هلأ؟ وشو مشان إذا رجعت أسرق أغراض من العالم؟ ايه إذا صار وحبيت تسرق شي بعد هلأ، الشي الوحيد اللي لازم تسرقه هو حبي اللي ضيعته يا حسان، مو شركتي هاي. حسان، بكرة بتصير بتقلي إنه ظهري عم يوجعني كتير، فليش بدك تنام هون؟ وأنت كتير بتخافي علي نيرمين؟ أنا بعرف أنت معصب مني لأني ما بعت الشركة، بس أنا كمان عم فكر وعم حاول لاقي حل حتى ترجع مبسوط مثل قبل، ولا ترجع لك ثقتك مثل الأول. بعرف شلون رح أرجع نيرمين، طمني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.